con un saludo tan fuerte a la gente del norte, especialmente a la gente de la Rache. تحية للساكنة اللي جاو كاملين، تحية للعوامرة من بقر في أحياء، تحية للناس قصر كبير اللي جاو، تحية لكل واحد جا من طنجة من أصيلة من أي بلاصة. العرايش اليوم في افتتاحها مدينة الحب، مدينة التواصل، مدينة التقدير، مدينة الامتنان. فتضامني الكامل مع ساكنة العرايش والنواحي. واحد النقطة بغيت نشير لها قبل ما نشكر أي واحد، أنا كنعرف الأحداث اللي واقعة وكل شيء، فتضامني اللامشروط مع ساكنة المنطقة وكل اللي فيها، وأنا أول المتطوعين في سهرات فنية. الريع ديالها يمشي لهذوك الناس المتضررين، يمشي لمساعدة الناس المتضررين.